شوف، انا نقول لك بكل صراحه، انا لا املك اجوبه، لان ماشي انا اللي عيني جلاله الملك. جلاله الملك عين سي عزيز خنوج، وهذه الاسئله التي تطرحها كيف ودار هذا وغدر هذا، هذه الاسئله سير الندوه الصحفيه التي طرحها لي. فاقد الشيء لا يعطي، انا ما معين، ما داير مشاورات، انا تم التشاور معي من طرف المكلف، من طرف صاحب الجلاله، ما تفهمناش، اختار كله هو عنده تصور، احترم عنده تصور طريقه العمل. انا هذا التصور عبرت لكم اليوم على موقفي منه، بان هذا الشيء غادي يقضي على السياسه، وهذا الشيء غادي يضرب بالطيف الحزبي، وهذا الشيء ما غاديش يخلي البلاد تزيد للامام. هذا التصور اللي تجسد في هذا التحالف الثلاثي راه في اعلان مواقف منه ما يجعلكم بشكل واضح تفهمون لماذا يرفض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان يوجد في حكومة مؤسسة على هذا الامر. شكرا.